السلام عليكم وصحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحة حريرتكم ونبغوكم بزاف والعجيب والغريب تتمنى لكم غير الخير كما قالوا ناس زمان هذا آخر الزمان الناس صبحت كي الدبان لا درافة ولا إيمان لا حشمة ولا عقلية كي خرجت الصباح من الدار باش نوصل للكار مت تيار وجهي صفار والموت بين عينية خرجت في آخر الزوال وعنقي من البارح معوج باش نشري شوية حوايج وكسوة للدرية ما تنسوش باللي رمضان مسكين راه يروح والعيد راه يقرب الور الناس راهي تقارع في صوالح العيد والدراري راهم يقارعوا بفارغ الصبر الور تهلوا في ولادكم غادي يجيبوا بلاك على واحد مشحاح تبعونا. قال لك واحد النهار واحد المشحاح كان مريح مع ولده شوفوا واش صرا. بويا نعم ولدي نمت واحد منام شباب خير ان شاء الله نمت كتني 5000 5000 واه كنت غير نزعك معاك تلعب بها لا بانسيون راهي عندك مليحه دكتور راني حاس بلا في بلاص على بالك اش عندك احكي لي اش عندك دروك غادي نحكي لك انا راني كل يوم النوم منام واحد اش هو كل يوم يدور هذاك المنام كل يوم النوم بارتي تاع بورو كل هذا خطره يربح وخطره يخسر وخطره اكس خطره بيكملوها بينارتيات المهم هذاك المنام فيه لي زيكي بزاف كي شغل تورنوا مالا شوف يا حبيبي غادي نمركي لك واحد السيرو من الليله تبدا تشرب به ما يعاوديش يدورو بك لا لا ماشي من الليله بداه لي من غدوه ان شاء الله علاش خاطر اليوم لا فينال واحد الخطره واحد عند كوافير كاع مشى قلب مام هذاك مشى قلب دخل عندها بغى يضرب كوبا شابه تبعونا تفضل راني كملتك حبيبي عليها يقول لك ناس زمان وانت علمت الحسنه في راس اليتامى سي محمد بغى يسقسيك تفضل خويا وين تعلمت الحسنه وين انا عندي دبلوم كبير سي محمد ده. وهذه كوبا ديرها لي وهذا راس قال لك واحد خطره واحد السيد قتل مرته بالصوت مرته قلبت التليفون وعيطت لابوليس جاو لابوليس داوه لسينونا حقار حقار تضرب مرتك ما تحشمش قول الضرب غير البهايم تضرب امراه هذه عقليه هذه قول تبغي يضربوا لك اختك امك والله ما تحشموا حضرات باغي نهضر ما تهدرش ما تهدرش معايا على بالكم ما جاتش عيب ندير لك تريسين تي في امك هضر اش باغي تقول خيانه زوجيه خيانه زوجيه عندك دليل عندي دليل وري لي هاي لا فوتوكوبي تاعها تاع النكوه وهم كاتبين فيها امضاء صاحبها اختي واه راني شايفك ولا نايمك انا واه والله ما على بالي مشي دوري في المرشي تاعك مين انا واه راك غلط صافي عمرك انا واه بنت خوا الله يبارك انا غير انا تاني قدك انت الله يبارك بين سقسي واه كي سموك متموزيل فريال الجورية لا خاطرش فريال فهمتها بصح هادي مادموزيل ولا مش عارف ما فهمتهاش مادموزيل معناتها ماشي متزوجه اه صح وانت كسموك انا سموني مادموزيل هواري واحد المره واحد المعلمه نتاع الفرنساويه دخلت للقسم وكان عندها واحد التلميذ مبلع بونجور لي زيلاف بونجور ماتريس الدرس تاعنا هو اليوم دو لو كونجيغيزون شكون اللي فيكم يكونجيغي لو مون دو لو بريزون دو لانتيكاتيف ماتريس 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 لا ماشي تايا هو ديك انت على بالي سيتي بون اليف انا راني باغيه هذا تفضل ولدي على بالي على بالي بلي ما تعرفش انا غادي نعاونك جو دي او ميتريس هذه سهله تفضل جودي
فوندردي ساندي ديموش. صحة فطوركم وصحة رمضانكم. يقولوا الناس زمان وريه وريه ويلع ما خليه، واللي ما يتبع راي كبيره لخسارة تدبيره. كما عودتكم دائما حسكم عجايب وغرايب دائما معنا فيلم السهرة، واليوم تابعوا معنا الجزء الثاني تاع روبوكوب. الجزائريون والجزائريات، راني فرحان بزاف من اللي صنعنا روبو زفاف، غادي يكشف كاع البازقة واللي اخوان شي دورو غادي يرده. قال لك الجزائري نهار العيد كي يسلم عليك بشوية غادي يسلم عليك زوج. وكي يسلم عليك بالزربة غادي يسلم عليك ربعة. حرز روحك تنعشالك ويخلي لك وجهك وما طوند. اوه يا صاحبي عيدك مبروك كل عام وانت بخير. خالي جمل أدرى، خالي جمل أدرى. خير بنتي خيك بخير. خالي وري لسانك. يا ربي خليني نريح شويه راني شايت من تشريك. لا خالي حب قولي لسانك. يا ربي 2000 كيلومتر وتقولي لي هاد الكلام هذا حشمك. وري لسانك. ليها بنتي على خاطرش ماما قلت تعب في سر خالك كشعيله طويل. واحد الخطره واحد الولد منطقتك هيا سقس ابوه. بويا انا عم ولدي بغيت نسقسيك شكاين. كيفاش احنا نخلقنا وكيفاش كان بداية الخلق تاع الإنسان كاع من الأولى كاع؟ على بالك ولدي باللي ربي خلق آدم وخلق حواء، اتزوجوا جابوا ولاد وبنات ومن بعد عاشوا راهم عايشين، هذه هي صحيح بويا. ومن بعد عاود تسمر. أما باي سقسيك وا ولدي كيفاش كانت بداية خلق الإنسان؟ اسمع يا ولدي غادي نقول لك كيفاش كانت بداية خلق الإنسان. الإنسان يا ولدي أصله من القرن، من بعد تطور ولا يشبه الإنسان يعني للبنادم، بدا ولا عايش حياته عادي. ومنين سقس أمه وكمل عاود ولا عند بوه. بويا أنا زعفان منك. علاش يا ولدي؟ على خاطرش عطيتني معلومات خاطئة. وليا رحت عند ماما وسقسيتها بداية خلق الإنسان وقالت لي خلق الإنسان هو الأصل تاعه من القرن. أسمع ولدي أنا اللي حكيت لك عليهم فاميليا تاع أبوك، أما اللي حكيت لك عليهم فهذوك فاميليا تاع عمك. واحد النهار جوج كانوا مريحين في رحبة، واحد حابش سقسى صاحبه. لقى خويا بغي يسقسيك. ابن عمي برا ديما نسمع كلمة هذيك بوخوا بوخوا بوخوا، والله ماذا بيك تفهمهاني. الله يفتح عليك. علاش؟ اخويا علاش راك مسوس كاع كيما هكا راني غنسقسي فيك. السلام عليكم والصحة فطوركم، نبغيكم بزاف والغمة تجي بالزعاف. ماذا بيكم تتبعونا خاطرش حنا بلاصتكم ومعزتكم كبيرة في قلبي. واحد النهار واحد الجون دخل لدارهم بوه زق عليه. ايوا سيلفي التالي التالي التالي. هيا الضحكي الضحكي ابتسامة. هيا 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 فتحي صاحبي. وي هاني خويا راك متصور مع الخبزة هبلت ولا كيفاه؟ عاود الشيبان اللي هبل لي جدا خا صباح الله زق عليا قال لي خرج صور خبزتك. وهاد الخضرة واحد السيد حساس بي تاع شي يدير حسابات كان يصيد. يا بحر الغامق ما دار فيه رجال ونسوان، شابات وشبان صبيان ونسيان، ملي خرج حبيبي بسفينته وما بانا وعدي يا بحر الطوفان. يا خويا ما كان لا حوت لا والو. ربط حي عليا حي عليا. ايوا ايوا الحوته وقضبتك الحوته. بصح انا باين سقسيك هاد الحوته انا غادي نقليها نخسر عليها الزيت والغاز ونزيد الفارينه. هاوا ما تخرجنيش. ما خرجاتش عاود رد البحر، وكي رد البحر قص النار تاه عاود قاعد يصيد من جديد. انت قاعد يسمع في هذا الصوت يجي من تحت البحر. اي صياد. ها انا الحوته اللي صيدتني. شنو يسمع؟ نقول لك حاجه، تحيه الحكومه تاع الجزائر بسببها اسلكت. ايو.
قال لك واحد النهار واحد راح يخطب له بوه، ومي كملوا خطبه بو كان يقرا عليه برا. شوفوا شو قال له. او ولدي كمل سؤالك. الحمد لله يا ربي، كل شيء فات بخير وكل شيء فات بتمام. وغادي نقول لك واحد الحاجه، راني فرحان من ربي عطاني اب كيما انت، وقفت معايا وربيتني وكبرتني ورديتني راجل، وزدت من فوق زدت خطبت لي. شوف ولدي غادي نوصيك، انسى صايلهم كل فاكهه، كاين لي كل بنان وكاين لي كل تفاح وكاين كي لي فريز. بويا انت من تزوجت مع عمه واش من الفاكهه اللي اختاريتها؟ يا ولدي احنا في وقتنا كان يكرموس.